الاتفاقية بين الجانبين السوداني والأمريكي تتعلق بتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام عام 1998. وشددت الحكومة السودانية في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات. وذكر بيان لوزارة العدل السودانية أنه بموجب هذا الاتفاق وافق السودان على تسديد 335 مليون دولار توضع في حساب مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار البيان لأنه وفقا لهذه الاتفاقية يتم إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعوى قضائية مستقبلية ضده وتأكيد حصانته السيادية. وتابعت وزارة العدل السودانية أن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوصد الأبواب أمام أي محاولة مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر الرجعي.